آخر أخبارنا اليوم، وكالة المسجد النبوي أعلنت عن توقيع اتفاقيتين لتأسيس وتشغيل دور ضيافة الأطفال ومشروع التنقل لتسهيل التنقل على كبار السن والمرضى داخل الساحات. هذا الخبر يعني في كنا ننتظره من سنوات، وكان الكثير يقول يا ريت لو يكون دور ضيافة في المنطقة المركزية، المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، لأنه كثير سيدات يجوا معاهم أطفال صغار، طب هم يبغوا يروحوا الحرم، يبغوا يصلوا، يبغوا يعتكفوا، يبغوا يزوروا زيارة الروضة الشريفة، طب فين يودوا الأطفال؟ يكون الحالم يعني صراحة، فجميل إنه يكون في دار رعاية أو حضانة للأطفال بساعات معينة، وهذا شيء جدا جميل. وأيضا كمان التنقل، مشروع التنقل لكبار السن، لأنه بنشوف مشكلة العربيات والدف وكذا يعني، فالموضوع رح يكون منظم أكثر، وهذا شيء حينعكس علينا أكيد جميعا بشكل إيجابي. شوفي ريم، حلو دور الضيافة للأطفال، بس يا ليت إنه يكون الأمهات بعد يكونوا واعين. إذا عندك أختك في البيت موجودة، لأن المحل بنتكلم اللي مرة محتاجين، اللي محتاجة صدق وهي يعني غصبا عليها ولازم ولا عندها حيلة إلا ذا الشيء، بالعكس أنا مع، بس أنا ضد اللي تقدر تخلي أطفالها وتروح تحج أو تروح تعتمر أو تخلي أطفالهم في مكان الصح. صحيح يا ودي. عموما مشاهدينا، احنا جولتنا الإخبارية انتهت إلى هنا، لكن هناك الكثير من الفقرات المتميزة انتظرونا بعد الفاصل.